حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم راح نحكي بها عن قضية الصحافة، قضية الصحفيين، الأهوال اللي يشوفوها الصحفيين بالعراق، التعب اللي تعبوه بالعراق، تعامل الحكومة وياهم، تعامل القوات الأمنية وياهم، والتهديدات اللي تلقاها الصحفيين بكل مكان. تابعونا بعد الفاصل. المرجعية وليزعل البعض مني، المرجعية الأموال اللي موجودة عند المرجعية والإيرادات اللي موجودة، وحياتك ما يبقى يتيم بالعراق ولا يبقى فقير. الشهيد العراقي اللي ضحى بنفسه وعمره وعائلته وأولاده وأمه وأبوه، وبالتالي يدفن في مساحة جغرافية قيمتها متر ونص، يأخذون من عنده فلوس القبر، وين المرجعية؟ أنا مو فقير، أنا أب الدنيا، أنا عمري 8000 سنة، أنا العراق. الحادث الاغتيال سواء كان مدبر أو غير مدبر أو عن طريق الصدفة أنا لا أعلم، والجهة اللي منتمية أو الجهة المدبرة لهذا الأمر أنا أعتقد هي تريد العبث في أمن العراق وأمن البصرة خصوصا. السيارات كانت هي من الدفع الرباعي، شفت 4 أشخاص بالسيارة الأولى على اليمين وبعض الأشخاص على اليسار، بس إن شاء الله أقوم وأعمل بنفس الآلية وبنفس الصوت العراقي. وأنا أوصيهم وأبلغهم رسالة، إن لم يطولكم القضاء أقصد الفاسدين حصرا فقط، تصوروا أن قضاء الله هو العادل. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة ثانية. بداية، أي شخص يريد يتصل، أرقامنا راح تظهر أسفل الشاشة حاليا، يقدر يتصل على واحد من الأرقام الثلاثة اللي ظهرها حاليا. أيضا عندنا برنامج الواتساب، رقم مخصص لرسائلكم. أي شخص ما يقدر يتصل ويطلع صوته على البرنامج، هذا رقم الواتساب، يدزلنا رسالة، يا ريت يكتب لنا اسمه ومكانه من وين، احنا نقرأ لها إن شاء الله في أثناء الحلقة. بداية، أنا الموضوع اليوم موضوع الصحافة تحديدا. واحد من الصحفيين نشر، اللي هو حيدر الحمداني، موضوع اللي نشره انه مكتوب عبارة على بيته مطلوب دم. خلونا نشوف اللي قاله حيدر الحمداني ونرجع لكم، خلونا نتابع سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاولة إيقاف الصحفيين وتخويفهم وتكميم الكلمة الحرة بدت بصورة واسعة بكل المحافظات العراقية. للأسف اليوم فاجأت انه مكتوب على شقة الايجار مطلوب دم، وانا صحفي، مطلوب دم على شنو؟ كاتلي واحد، عندي ثاروي واحد، عندي مشكلة عشارية واحد، على شنو مطلوب دم؟ كل ذنبي، حتى ظلينا ما نقول هذا فاسد وهذا حرامي، والله العظيم ظلينا نخاف، كل ذنبي اقول يا ابا ترى اكو تقصير بفلان شارع، الزبالة موجودة بفلان شارع، كهرباء ماكو، محولة طقت، ماي ماكو، متظاهرين ننقل اصواتهم، كل هذا ترى كل شيء ما نقول ظله ترى حتى حرام ظلينا نخاف نقول، حتى ذا هو حرام ونقول له انت حرام وفاسد، ثاني يوم يقيم عليك دعوه قضائيه ويذبونك بالسجن مثل الكلب. مطلوب دم، والله حتى بيتي ما قاعد، يشهد الله حتى بيتي ما قاعد انا، لان قبل الحادثه بيوم 32 يسالون عني، وحتى اللي سالوه من منطقتنا الفجر طقوا لي ما اعطاهم المعلومات والتفاصيل كامله، وقبلها سيارة لحقتني وبها اشخاص اثنين ما اعرف، يعني انا حتى عائلتي ما مقعدهم هنا، طلعتهم باي لحظة، قنبلة صوتية يرمون البيت، شنو ذنبي؟ شنو ذنبي؟ كل ذنبي قلت هذا خطأ، هذا خطأ، حتى ما نقول حرام وفاسد، هذا خطأ، مطلوب دم. عملوا بايق يمكن ما يصير هيك وياي، لو بايق وناهب والله ما يصير هيك وياي. انا ادعو القوات الامنية، ادعوهم الى ضرورة الاجراءات السريعة. مشكورين جو الاستخبارات، قيادة الشرطة على تواصل، سيد المحافظ على تواصل، لكن نريد حل، حل لمجرد تقول له أنت فاسد أو أنت قصرت بشغلك يكتب عليك مطلوب دم. أدعو سيد رئيس الوزراء
وزير الداخلية، يوم نتهدد من قائد أمني، يوم تتهدد من ضابط، يوم تتهدد من شيخ عشيرة، يوم تتهدد من فلان وفلان، وعلى شني ما أعرف. شنو ذنب عائلتي إذا صار عليهم شيء؟ شنو ذنب أنا متهجر من بيتي ما قاعد ببيتي بسبب مطلوب ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ولكن قبل ما نحكي بموضوعنا هذا ونعلق على اللي قاله حيدر الحمداني والكلمة المكتوبة على باب بيته واللي هو إيجار مثل ما قال، أكو فيديو قديم أثناء تظاهرات البصرة قبل فترة طلع إلى قائد عمليات البصرة قاسم نزال، خلونا نسمع همين إيش قال. لا يجوز، هذا خارج الدستور وما نسمح بهذا الموضوع نهائيا. حتى الإعلامي إذا لزمه بتظاهرة غير مرخصة توقيف موجود إن شاء الله. والله ما أعرف شو أقول لك يا أستاذ قاسم اللي داخل كلية أركان حاط شريط أحمر على شتافك ما شاء الله. أريد أفهم على شنو تعتقله وتسجنه وتقول له السجن موجود؟ أنا اللي أعرفه واللي تعلمته بحياتي وحبيت هاي المهنة اللي أنا دا أشتغل بيها هسه، أنه السلطات ثلاثة اللي هي السلطة التنفيذية رقم واحد والتشريعية رقم اثنين والقضائية رقم ثلاثة، وأكو سلطة رابعة وهي الصحافة. الصحافة سلطة أبوية، تعرف شنو يعني سلطة؟ الصحافة يطب لأي مكان وبأي وقت وش وقت ما يريد ويحكي اللي يريده ويقول اللي يريده. عم يتعلموا شوية من لبنان، همي أنا مشاكل بلبنان، لكن شوف الصحافة اللي بلبنان ما مبقين لا سعد الحريري ونزل جوه، ما بقوا لا رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا وزير. شو ما صار بيهم اللي صار بينا كصحفيين بالعراق؟ بعدين صحفي يطلع هو قال أنا ما حاكي على أحد وما قايل هاي شبهات فساد، أنا طالع أقول إنه أكو مشكلة هنا، أكو غلط هنا، أكو كوم زبالة بفلان شارع، أكو شارع مزفت دي طالب بخدمات. يعني حتى بالتعليقات اللي قريتها هذا الفيديو اللي ناشره حيدر الحمداني، واحد كاتب يعني أنا أريد أفهم إنه أهل المدينة اللي أنت طالب بخيراتها أو طالب أنه تكون هذه المدينة صحيحة وتكون بها الخدمات صحيحة، وينهم؟ ليش ما يدافعون عنك؟ واحد كاتب له اسمه أبو مهدي اليساري يقول له شعب راضي بالذلة. يعني هو اللي إجا وكتب هاي العبارة عنده مي عنده كهرباء عنده شغلة بها حاض بس راضي يبقى عبد للحرامي، في علي من تعب روحك لشعب ميت سريريا الله يكون بعونك. شخص آخر كاتب له علي من بويا مطلوب دم، بايق الميزانية الانفجارية، لو مغرق فلوس الناس بالمصرف، لو مشترك بصفقة السلاح الروسي الوهمية، لو 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 بس يركضوا على الفقير. اللوقية هيك كاتب هو اسمه عمار العتابي. واحد اسمه يحيى أبو محمد يقول له للأسف الشديد الإنسان الشريف والوطني واللي يبحث عن مصلحة أهله وناسه يتهدد بالقتل، هذا مو بلد أصبح غابة، الله يكون بعونك أبو كرار، حطيت نفسك وعائلتك بخطر، الواجب على المحافظ والأجهزة الأمنية حماية حيدر الحمداني وكل أصحاب الكلمة الحرة من الصحفيين. شخص اسمه محمد الرفاعي ضاحك وكاتب له أنا من زمان تركت الصحافة، ومع احترامي لك كلك لاوات، الصحافة مو بالعراق خارج العراق، ماكو صحافة بالعراق، الله يحميك، شوف لك غير شغلة وعيش مرتاح، حتى إذا مو الخاطر مو الخاطرك العفو الخاطر عائلتك. تعليقات كثيرة ما يسعني أقراها كلها، أكل اللي مؤيد للفعل اللي صار وأكل الرافض والأغلب هو رافض. أردفتهم ذنب الصحفي شنو؟ بعدين أنت يا قاسم نزال تقول إذا لقيت صحفي بمظاهرة السجن موجود، بأي حق أنت تعتقل صحفي؟ هو واجبه يروح يغطي، إن كانت التظاهرة رسمية، إن كانت التظاهرة مو رسمية، إن كانت أكو ثورة، إن كانت ماكو ثورة، إن كانت أكو حرب، إن كانت ماكو حرب، هو واجب الصحفي وواجب المراسل إنه يكون متواجد في أرض الحدث. هذا عمله، هذا شغله، وسمي بالسلطة الرابعة لأن ما حد يحاسبه، يطب السجن، يطب الوزارة، يطب الدائرة الأمنية، يطب الدائرة، أكو الدوائر الأمنية الحساسة ما يطب لها إلا بموافقة، هذا بحث آخر. بس قائد عمليات البصرة يهدد بأي حق يهدد؟ حتى رئيس وزراء العراق ما من حق يهدده. أكو شيء اسمه الحفاظ على حرية الصحافة وحرية الرأي، لعد شنو بالدستور أنه الرأي محفوظ؟
والكلمة محفوظة وحرية عن التعبير، يعني التعبير عن الرأي محفوظ ومكفول دستوريا، وين هلعت؟ ما أعرف. وزير الداخلية راضي عليك؟ لو رئيس الوزراء راضي عليك؟ لو إيران رضت عليك؟ لو أنتوا بس مصايبكم ما تردوها تطلع؟ لو تردون الصحفيين يجي ياخذ منك الموافقة الأمنية؟ يا بأكو زبالة بفلان شارع أحكي بيها لو إيران راح تزعل، أحكي بيها لو السيد راح يزعل، أحكي بيها لو فلان تاجر راس راح يزعل. مصعف هاي أول اتصال. يعني صباح من بغداد، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفن. عليك السلام والرحمة والإكرام. بالنسبة لموضوعكم هالساعة هاي، بالنسبة اللي وراء هالشيء هاي، تهديدات الصحفيين والإعلاميين والنشطاء السياسيين أيضا، كل التهديدات يعني هي يعني بعلم الحكومة، ونعرف احنا ان اكو مافيا هي اللي تدير الحكومة، مافيا الميليشيات وبرئاسة الحرس الثوري. اي شخص إعلامي او صحفي او ناشط سياسي او شيخ عشيرة وطني يطلع يحكي معاناة الناس ونقص الخدمات والناس الفاسدين من السياسيين، هذا راح يتم تصفيته، وتم تصفيت عشرات الآلاف تصفيتهم على إيد هاي الميليشيات الوقحة. فالصحفيين مهددين، يعني أنا يعني أعرف كم شخص ما يقدر يحكي بحرية كاملة، هو داخله وعنده عدة يعني مشاريع إعلامية يقدر يغطي بيها برامج ويقدر ينقل واقع الحال العراقي والشارع العراقي المزري، لكن يخافون من شنو؟ من اللي يهددهم؟ خامو يجي المواطن العراقي البسيط أو حتى أي شخص مستفيد من الدولة، سواء داخلية أو دفاع، رتب يعني رتب عادية، أن يهدد هذا الشخص؟ لا، بالطبع هو الهرم، هرم الحكومة، مثلا الأحزاب، حزب الدعوة، بدر، قادة الميليشيات، أبو العصائب، الكربلائي، غيره، اللي يحكي على إيران، اللي يحكي على معاناة الناس، اللي يحكي على السياسيين، على المحافظين، على مجلس محافظة، هذا يتم تسقيطه خلال فترة، تسقيطه أما بدعاوي قانونية ويسقطونه أو تهديد أو يتم تسقيطه بذا، يعني استوجب الحال. وتم تسقيط أكثر من إعلام، يعني شفنا حتى نساء إعلاميات ما خلصت من القتلة المجرمين الموجودين داخل العملية السياسية وداخل الحكومة، هم نفسهم هسه قائد عمليات أو يسمونه قائد قوات الصدمة، ما أدري شنو بالأسرة، من يطلع يهدد بالطريقة أنت المفروض تحمي المتظاهرين، ومع ذلك تحمي أملاك الدولة، ما بها شيء، هذا واجبك، أما تحكي بطريقة تهديد وعيد ولازم موافقات ولازم، أنت هذول أهلك، بس هو مستفيد من هاي الحكومة وهو جزء من عملية القتل الممنهجة اللي جاي تديرها الحكومة على إيد قائد عمليات أو اتحادية أو جهاز مكافحة الإرهاب أو على إيد الميليشيات الطائفية اللي حاليا هي ما حد يقف بوجهها. فإحنا دولة لا قانون، يعني اللي يدير الدولة هي الميليشيات الصفوية، الميليشيات اللي جاي تطبق وتنفذ هذا المشروع الصفوي الموجود بالعراق. فكل الإعلاميين مضطهدين أو مغيبين أو رقابة عليهم، رقابة قاتلة يعني. فهسه مثل قناتكم الكريمة، أنا أعرف إن كل الإعلاميين يعني من الصعوبة يروح للعراق ويجي الموجودين المقدمين والصحفيين الموجودين بالقناة، ما يقدر يروح يغطون معاناة الناس، يعني يعتبروها قناة، هي إحنا نعتبرها قناة وطنية وقناتنا الوحيدة، طبعا مو لأن إحنا نحكي بيها، لكن انهم يروحون ويجون لبغداد بحريه مطلقه، وان الايد الغدر الميليشيات ما تهددكم، كلكم مهددين. ليش؟ لان تنقلون، ومع العلم انتم قناتكم ما تحجون بالطائفيه، حتى المتصل من يحكي سنه شيعة ويتهجم على اخواننا الشيعة الشرفاء ما تتقبلون عليه، لكن على معاناه الناس وعلى فساد الحكومه وعلى نقص الخدمات، هاي تعتبرون انتم هدف المن، هدف مو بس الرافدين، كل القنوات وكل الشريفه ولو هن معدودات على اصابع، وكل الصحفيين والإعلاميين اللي جاي يغطون معاناة العراقيين بالشارع العراقي هم يعتبرون هدف للميليشيات الطائفية إذا حكم بالوطنية وحكم معاناة الناس. فالحكومة عندها علم بتصفية أغلب الصحفيين والإعلاميين، وعندها علم بتصفية بعض الإعلاميين اللي تم تصفيتهم بالفترة الأخيرة، تم تصفيتهم
لكن شنو الاجراء الدولي او القانوني اللي يحمي هاي يعني الفئه من المجتمع، الدائره الاعلاميه، منو يقدر يحميهم؟ من يقدر يحمي الصحفيين والاعلاميين؟ ما حد، ماكو لهم لا حمايه دوليه ولا حمايه من المجتمع العراقي، كلهم معرضين للتصفيه وللتسقيط، وحتى يتهمون بالاربع الارهاب. شفنا احد الاعلاميين اللي كاتمين على بيئته مطلوب دم، من المطلوب دم؟ هو شنو اللي اجرم حتى في سبيل مطلوب دم؟ ومن كتب هاي الموضوع؟ كتبه بعض الميليشيات اللي تابع للحشد الميليشياوي، كتبوه مطلوب دم في سبيل رساله يوصلوها الى اسكت لو تم تصويتك ورا هذا الشيء. فالعراق مغيب اعلاميا ومغيب، الشارع العراقي مغيب بالكامل، يعني ما حد يقدر يحكي. وتم تصفية بعض الشيوخ العشائر ورجال الدين لين يحكون ويداعون بخدمات ويداعون بمحاسبة الفاسدين وغيرها. فالعراق ديرة ميليشيات، ما في ديرنا، احنا ما عندنا عملية سياسية ولا عندنا حكومة ولا عندنا قانون يحمي الناس، بالعكس القانون يحمي الفاسدين فقط. شكرا، شكرا لك اخ صباح. انت ذكرت نقطتين، النقطه الاولى هي انه قناه الرافديه ما تقبل التهجم على اي مكون من مكونات الشعب العراقي، لانه احنا عراقيين، هاي رقم واحد. رقم اثنين، من واجب القناه انها تدافع عن وحده العراق، وهذا همنا الاول والاخير، وان ان ان تنور الناس الى الغمه اللي موجوده بالعراق. الطائفيه احنا ما نعرفها، الطائفيه امر دخيل، دخل الى العراق بعد عام 2003 على يد المحتل الامريكي الايراني، ولهذا السبب احنا ما نقبل بالاساءه الى اي مكون من مكونات الشعب العراقي بجميع طوائفه. الشغله الثانيه، انت تقول المفروض قوات امنيه تحمي التظاهرات، مع العلم انه من حقها تحمي المؤسسات الدوله. من المتعارف عليه أنه مباني السفارات في كل دول العالم هي أرض ملك للدولة اللي تمثلها تلك السفارة. يعني السفارة البريطانية في بغداد، المبنى الأرض اللي مقامة عليه مبنى السفارة تعتبر أرض بريطانية، لأنها الممثل الرسمي لدولة بريطانيا في بغداد. لكن في سبعينيات القرن الماضي حدثت تظاهرة ضد البريطانيين، سبعينيات أو ستينيات القرن الماضي ما متأكد، ومزق علم بريطانيا في وقتها، والناس لحد الآن محتفظة بأجزاء من ذلك العلم. بعض الأشخاص اللي كانوا موجودين بالتظاهرة صنعوا قنابل مولوتوف ورادوا يحرقون مبنى السفارة البريطانية العراق، والحكومة العراقية بتلك الفترة دزت مجموعة من الجيش العراقي لحماية مبنى السفارة ولتهدئة المتظاهرين وتفرقة المتظاهرين، حتى لا تصير أزمة بين العراق وبين بريطانيا. فبوقتها صعد أحد الأشخاص وقف على ظهر الدبابة العراقية وصاحب علو صوته يعيش الجيش العراقي البطل. فكان الضابط الآمر بذيك اللحظة قال له يعني أنا عندي أوامر بتفريقكم وأنت قاعد تهتف إلي، أنا شلون راح أفرقكم؟ عمي الظاهروا، بس ترى راح نوقف ونحمي مبنى السفارة، لا تسوون شيء، لا تكسرون، لا تسوون أي مشكلة، وتظاهروا قد ما تردون. هذا واجب الجيش، هذا من المفترض أن يكون بالعراق. وفعليا الجيش يعني ما المفروض يكون داخل المدن، أكو شرطة، أكو وزارة داخلية، أكو مؤسسات أمنية ثانية، مو جندي، مو قائد عمليات اللي يحمي المدينة من جوا، قائد عمليات لازم يحمي المدينة من الخارج. جمال من أربيل، حياك الله. مرحبا أستاذي. هلا بيك. ألو. ألو، وياك. أولا تحياتي لك وإلى أستاذ فن الحارس الضاري. حياك. جميع تلاميذ قناة الرافدين الشريفة البطلة. حياك الله، تفضل. إحنا بنعيش بالشمال، بس إحنا ضربنا ويا كل إخواننا العراقيين، لأن إحنا كلنا عراقيين. فبالنسبة للصحافة اللي اتكلم بها الأخ بن البصرة الصحفي، هو إذا الحكومة هذولا عندهم حق، لأنهم ما عندهم شهادات. هذا يقول عليه مثلا أو الدكتور فلان، هذولا وين كانوا الدكاترة؟ نعم. اللي جايين يحكمون بالعراق هذولا مجرد يعني أشخاص جايين من أوروبا وجايين من إيران، هذولا ما يعرفون يحكمون. نعم. حياك الله أخ جمال.
طبعا من بعض التعليقات اللي نشرت على موضوع حيدر الحمداني والفيديو اللي طلع بالصوره وقال مطلوب دم، شخص اسمه علاء ابو رقيه الحمزاوي يقول ايش عجب مدينه الرميثه شباب او شيوخ معدلين هذا الشخص داعي للمدينه، ايش عجب ما تكون وياه وقفه مشرفه، شخص ناذر روحه لكم حتى بيته اجار، وين خدمه لحسين، وين ابطالكم، هذا ابنكم جاي ناظر من اجل المدينه، المفروض وقفه عشائريه او شبابيه او حسينيه بوجه كل من تجاوز على حق هذا الشخص، وين ابطال ثوره 20، هذا ابنكم وخوش ابن نعرفكم، انتم اهل هاي السالفه كلكم اهل غيره، خلوا ساعدكم كل صندوق ولا تعوفوه. شخص اسمه ثاني يقول له اسمه الطيب آل خيون يقول له المشكله شيمتهم الغدر، رجال قبل شجعان ما يكتلون الا البيد سلاح وتكون المواجهه وجها لوجه، هسه يجيك يغدرك وانت غافل، هاي شو يسمونه؟ شخص ثاني اسمه ماهر كاتب حبيبي هذا البلد غابه، دير بالك على روحك واهلك، علاء مجذوب انقتل بدم بارد وتسجلت القضيه باسم مجهول، ربي يحفظك ويحفظ عائلتك من كل من كل مكروه، سلاحنا فقط الدعاء لك. يعني دا احاول اقرا اغلب التعليقات لانه الفيديو قريت عليه ألف وكذا تعليق. القضيه وما بيها انه حريه الصحافه بالعراق يجب ان تصان. المشكله انه لو نقرا الدستور ستجدون مواد لضمان حرية الصحافة، لكفالة مبدأ حرية التعبير عن الرأي، راح نجد مواد بي تدعمهم، أكو حقوق لكل صحفي. الصحفي المفروض لما يطلع ما يشيل هم، الصحفي أو المراسل أو المصور التلفزيوني اللي طالع بواجب في كل بلدان العالم ما عنده إشكالية، في كل بلدان العالم أكو صحفيين ومراسلين في أرض الخطر واللي هو المراسل الميداني الحربي، وأكو صحفيين ومراسلين موجودين بالمدن وبالأقضية وبالنواحي، في كل باب أكو مراسل صحفي يروح يغطي لك القضية. هل مشكلتكم أنه ما تردون كلمة الحق تعلى في العراق؟ لهالدرجة أنتم خايفين أنه تنعرف مصايبكم بالعراق؟ لهالدرجة أنتم مو راضين تخلون العالم يعني تعرف انتم ايش تسوون او تبينون على حقيقتكم امامهم؟ احنا نعرف العراق مصايب به، نعرف ما به خدمات، نعرف ما به كهرباء، نعرف ما به مي، نعرف ما به ثروه حيوانيه ونعرف ما به زراعه، ونعرف ما به صناعه، ونعرف به بطاله وجهل واميه ومخدرات ومفاسد وبارات وقضايا كثيرة خارجة عن العقل وخارجة عن المألوف ودخيلة على معتقدات وعلى أخلاق الشعب العراقي، نعرف هذا الشيء كلش زين، بس لهالدرجة خايفين أنه يطلع واحد يحكي يقول فلان شغلة بيها مصيبة وفلان شارع بي أزبال وفلان شارع بي مولد احترقت وفلان شارع بي طسات وفلان شارع ما بي تبليط وفلان رصيف مكسر وفلان بناية ما صارت وفلان مشروع ما بنى؟ لهالدرجة احنا نعرف انتم حراميه ونعرف انتم تتبوقون وانتم سياسيكم ببيناتكم يقولون انتم حراميه وتبوقون على راسهم مش عن الجبور يسمعوا لقاءاته وشوفوا شو يقول وتتعرفون. ابو مصطفى من الموصل، مرحبا استاذ افل، حياك الله استاذ افل. كلنا نعرف يعني على مستوى ابسط عراقي يعرف انه بالاحتلال ماكو حريه. نعم. الصحافه يعني من المجاهدين الاوائل يعتبرون. نعم. من 2003 لحد الان هم مجاهدين يعني على المحك، تهديدات من بدايتها هي. لكن نعم. احنا كشعب العراقي نعرف هذا الشخص اللي جهدد لانه شعب وين مش شاف وجه كتب وقلم عريض مطلوب دم. هذه مبينه، ليش انت ساكت يا عراقي؟ ليش ما تجي بسر تقول له ترى فلان حتى تصير قاعده عشائريه حتى يعلن من يعلن راح يعرفون انفسهم؟ اثنين انت قلت على هذا محافظ البصره، اقول العفو قائد عمليات البصره مدي قائد شرطه البصره قاسم نزال قائد عمليات البصره. نعم قاسم عافيه قائد عمليات البصره قاسم نزال. للاسف الشديد ابو عداي الله يرحمه عندما قبل من كل اطياف الشعب العراقي انا ذاك عندما قبل الكليات العسكريه كانت ماكو تفرقه،
قبلهم ما ادري، هو ما كان يعلم انه من بين هذه الضباط بهم نسوان. هذه كل من يعانق قاسم سليماني وعانق المجوسي واليهودي والامريكي ويقدم له السيف، هذا المراه اشرف عنده. واحنا عندنا تاريخ بعض النساء من التاريخ المشرف. نعم. انت يا عراقي انظر الى هذا الامع اللي يهدد هو الصحفي، الصحفي مجرد انسان بسيط بين هالمجتمع، هو اللي يوصل صوت المظلوم. هو يشوف هسه عندنا بالموصل داعي يبيعون يزايدون على المصر الجديده، قنبلتهم يهود، عوائل يهوديه داعي زايد، اليهود من نفطنا يشترون ملكنا حتى يكون لهم موطأ، قد هذا منه اللي يحميهم، يحميهم هذا النذل اللي داعي يهدد الصحفي وغير الصحفي. للاسف الشديد يعني مو ماكو رجال، لكن يحتاج لنا توحيد صوت. احنا العراقيين اليوم احنا هسه جايه ان شاء الله بعد العمليه ما ظل شيء تكمل، الكلب بالكلب، الخنزير بالخنزير، المجوسي بالصهيوني والامريكي. فالشعب انتبه يا شعب، انا يا اوجه رسالتي لكل الشعب العراقي، لا ينجرف تحت رايه المجوس والامريكان، هذا كذا وهذا كذا ويوقفوننا في سبيل كل من يقول اكسب الشعب ضد عدوي. فخلينا هم بيناتهم لما ينقض واحد منهم ينتهي عود حينه، اذا بينا خير خلنا نقول كلنا الشعب العراقي نطرد المحتل الامريكي المجوسي الصهيوني. للاسف الشديد بسبب الخونه يعني اليوم استفحل السرطان الصهيوني على الامه العربيه. لاحظ 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 العراق من انتكس اللي على الصهاينه تمددوا بدوا يعملوا ما يعملوا بالامه العربيه، من اللي جابهم؟ من اللي تسمعني استاذ افل؟ تسمعني؟ الو؟ نعم وياك وياك ابو مصطفى. شوف لاحظ لاحظ للاسف انتم قاده الجيش العراقي، قاسم سليماني تجي تشوفكم تحبوه هو ما يبوسكم، يعتبرك نقص، بقول لك العربي نقص. انت ما عندك غيره على نفسك، انت كليه اركان تحمل، انت شت القائد. بريطانيا عاد ما قالت اذا اردت ان تكون امريكا فكون ضابطا في الجيش العراقي، وين هذا اللي شاهد؟ احنا مرفوعين الهام، نبقى مرفوعين الهام، ما تنكزنا هذه اللمعات ذول جبناء. نعم. ولي جبناء، لكن احنا من نخاف ان نحمي الصحفيين، نحمي الصحيح. فعلينا احنا اذا تجمهرنا اذا كل الشعب هاب فما حيقدر يسوي لنا شيء، لا بالعكس راح صوتنا يعلى، لكن احنا نشوف اخونا ده يقتل. فوجه رسالتي للبطل علي الضابط اللي قضب هذا الخائن اللي علي المالكي شبيه، وتحياتي لحيدر الحداني. لا مو على المالكي، علي الضابط اللي قضب بالحدود المعمم اللي دخل علي الشيع. اي علي الشيع المالكي هو نفسه. قول بالضبط تحياتي له ولهذا حيدر الحمداني، اقول له لا تخاف، ترى اللي ياخذ الروح بس الله سبحانه وتعالى، فلا تخاف اذا الله كاتب روحك يسلمك منهم، الله يسلمك. ترى لو اجتمعت الانس والجن على ان يضروك بشيخ لا يضروك، فانت امن بهذا القدر ولا تخاف. وخلى الشعب بالاسف كل يتحنى معه، لكن مع الاسف يعني الشعب ما ادري ليش شيء فدبر انتهى. احنا علينا ان نوحد صوتنا، لا تقول هذا الشيء وهذا كردي وهذا عربي وهذا صحيح. حتى الاكراد هسه عن كثير من اختلط وياهم بيقولون للاسف يا ريت صدام حسين يرجع، يا ريت صدام حسين يرجع. هذا شنو؟ لانه شاف الغيره العراقيه، شاف ما عملته ايران وحتى تركيا عندما تقصف الصعب الحدود. الكردي حس انه من يجي جوا، وين مسعود البرزاني؟ وين جلال طلباني؟ وين الجلاليه والبارتيه؟ ساكتين بس يعبون بلجيوم. تعال الجي لي هجرتها تركيا بالقصف، صدام حسين عندما كان يقول لهم اقصف حدك يا تركي يقف عند حده، فصاحت امراه بالشمال وصاحت امراه بالجنوب. للاسف كلهم تعاونوا علينا الخونه، خاصه احنا عرب السنه، ما اقول اقولهم مراره، انا اقولهم قطافيه. احنا ما خلوا علينا عرض ولا ارض ولا كل شيء. هذه خليه ينظرون امام الله، الله قادر ان يقضي بكم، بس الله جايب لكم ان شاء الله جايكم الدور يا خوانه. واشيد بالشعب العراقي واشيد بالجيش العراقي، يقول القاده الزينين لا تظلوا ساكتين، خلكم دور خلكم صوت. هذا تاريخ باكر يلعنكم، التاريخ ترى يلعنكم الله ورسوله والمؤمنين والشعب اللي موجود وحتى الارض. شكرا 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 لك ابو مصطفى. قبل ما اخذ هذا الاتصال اخواني الاعزاء، اي شخص يدز لي رساله صوتيه او يتصل على برنامج الواتساب عذروني والله ما اقدر اسلم لا اتصال ولا رساله صوتيه،
لأنه لا أقدر أسمعها ولا أقدر أسمعكم بالاتصال. أرقام الاتصالات ظاهرة أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون بنا على واحد من هاي الأرقام. أم أزهار من بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. حيا القناة العظيمة وعامليها. حياك الله أختي. بالنسبة إلى حرية التعبير في العراق، إحنا زمان زمان قبل أيام قبل سنة 2003 كان أكو حرية التعبير، وكان أكو نظام، وكان أكو قوة، وكان أكو كل شيء جيد إلى العراق. لكن من بعد ما أحاطوا الحقراء بريطانيا وأمريكا وإيران على العراق واحتلوها، سقطوا كل شيء الموجود صح بيها. لاكو حرية تعبير، ولاكو واحد يقدر يحكي، ولاكو واحد يقدر. خربوا ما خربوا بها، دمروا حتى الإنسان، دمروا حتى الحيوان، دمروا حتى كل بشر موجود في العراق. يعني ماكو حرية تعبير، وماكو واحد يقدر يفك حلقه ويحكي بالطريقة صحيحة. بس احنا نقول يعني بعد الناس اللي قاعد تطلع، هذول المسؤولين يطلعون يقولون احنا عمرنا الموصل واحنا عمرنا البصرة، ويقولون احنا راح نسوي كذا وراح نسوي كذا. هذول كلهم نفاق في نفاق في كذب، يكذبون على نفسهم. بس هذول يعني هذا شوف الى متى يبقون يكذبون. هل عقلاء؟ الناس كلها قاعد تضحك علينا، الدول العالم كلها قاعد تضحك على العراق. انتوا يا شعب يا عراقي، ما تضحكون على نفسكم شويه؟ سمعون هالكذب اللي يقولون هذول، يقولون عنهم مسؤولين. هذول احزاب اجت معارضه، اجوا من الخارج، حافين لافين كل شيء ما عندهم، واجوا شافوا مورد اكو، استولوا على خزينه العراق واكلوا ما اكلوا بها، وحتى قاموا يقتلوا نفسهم مع بعضهم على مود الماده. فهم بعد اي 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 كلام يقولونه او اي شيء صح يسوون هذا البلد. هذول كله يكذبون على نفسهم. وان شاء الله يا رب العالمين، ان شاء الله رب العالمين هو اللي راح ينتقم منهم. واتمنى من الشعب العراقي ان يصح شوية، يصير عنده ذوق، ويصير عنده أخلاق، ويفكر إنه هذا الشعب انباع من زمان إلى إيران. من 16 سنة انباع إلى إيران، حيفكر أن يرجع العراق العظيم اللي كان هو قمة العالم كلها. وكانت كل الناس كلها تجي للعراق حتى تتعلم، وحتى يدرسون، وحتى أطباء تخرجوا من العراق، وكل من العراق. والآن هسه أمريكا وإيران احتلت هذا البلد وخربته من كل الجهات، وبعض الدول العربية اللي قاعد منضمة ويا هذول الجبناء حتى يهمهم يستولون على العراق. وإنا إليه راجعون. شكرا لك أم أزهار من بغداد. يعني أكو تعليق على الفيديو مال حيدر الحمداني من شخص اسمه غيث شلال، يقول له أنا سامع المطلوب دم هو الشخص اللي قاتل أحد، وأنت يا أخي ما أعتقد قاتل أحد. بعد هذا الشيء ليش وشلون ومن وراء سماسرة يا مسؤول من المسؤولين؟ يعني معقولة لهاي الدرجة وصلت بيهم؟ أخي لا تخاف، هاي سوالف الجبناء، صدقني مو سوالف رجال هاي، بس يا وصفة رجال الدولة تهدد العالم. أريد أقولكم شغلة واحدة بس، ترى ما دامت الأحد من قبل وما راح تدوم لكم. يعني القضية وما بيها، أبو مصطفى ذكرني بقضية أنه صحفي ويجب أن يحمى الصحفي. يوم 22/11/1963 كان أكو حدث جلل بالولايات المتحدة الأمريكية، هي مقتل الرئيس الأمريكي 35 للولايات المتحدة جون فيتزجيرالد كينيدي، يعني الملقب جون اف كينيدي. واحد من الفيديوهات اللي تصورت بذاك اليوم صورها أحد الصحفيين، كل قنوات العالم اهتمت به وسوت وياه لقاءات صحفية وتلفزيونية، تعال احكي لنا شلون صورت هذا الفيديو وشفت بعينك وشلون صارت العملية كلها. لا اجى الـ FBI اعتقله، ولا جت مؤسسة اعتقلته أمنية، ولا اجى احد دور وراه وقال له انت ليش صورت.
هو هذا واجبه. كان ده يصور خط سير الرئيس الأمريكي وانقتل وصور لحظة مقتله، شنو ذنب الصحفي؟ وبأفغانستان بالحرب أكو مصورين وصحفيين ومراسلين ويحجون، وبريطانيا أكو مصورين وصحفيين ومراسلين يحجون، أكو صحفيين يعني هو مراسل حربي أو مراسل ميداني إلى شهرة أكثر من باقي الصحفيين اللي يقعدون بمكتب ويقعدون باستوديو مثل ما أنا قاعد هسه. فأنت شنو ذنب للصحفي تقعد تدور وراه وتعتقله وتعذبه وتضربه وتسجنه لأنه أدى واجبه؟ سالم من القادسية. أيضا كل الصحفيين والمراسلين تم قتلهم من قبل الميليشيات بعد الحرب على الموصل. نعم. هناك عدد كبير من الميليشيات. نعم. قتلت واعتقلت العديد من الصحفيين، شاء أنهم ينقلون الأحداث اللي حصلت في الموصل بعد حرب على تنظيم الدولة. نعم. يعني هناك تضحيات أخذوها الصحفيين والمراسلين بعد المسيرات الاحتجاجية من أهالي البصرة، تم اعتقال من قبل القوات الأمنية والميليشيات الإيرانية في البصرة. يعني الكثير من الأحداث اللي حصلت في العراق شمال وجنوب كانت وراها الميليشيات الإيرانية. يقول ما زالت هناك ميليشيات إيرانية في العراق، صدقني ما يستقر العراق. يعني نشوف هسه المعتقلين بعد الحرب على الموصل، هناك ما زالت آلاف الناس معتقلة. يعني منذ الحرب على الموصل هناك مئات من المعتقلات والمعتقلين في الموصل. شنو ذنب العالم هذه؟ إلى متى تبقى هذه المأساة بحق الناجحين اللي كانت وراهم ميليشيات إيران، كلها إيران سبب إيران وقوات الاحتلال الأمريكية هم سبب هذا الوضع المحل وصار في مواطنين أهل الموصل وأهل الأنبار. دولة حتى وصلت الأمور حرق مزارعهم، فوق ما اعتقال أبنائهم، فوق ما قتلهم في سجون المعتقلات، فوق ما حرقوا مزارعهم. يعني بالأمس الحرب على الطارمية شمال شرق بغداد تم زرع أبوة نازلة وقتل 5 أشخاص قاعدة نيران القناصة، قتلت وكالة ميليشيات إيران، ميليشيات الحشد الشعبي وسرايا السلام والعقائد، وهذه الميليشيات كاملة هي سبب المأساة اللي حلت في الطارمية واللي حصلت في جالة واللي حصلت في الموصل. في الموصل صدقني لم تنتهي مأساة الموصل، صدقني بالله لم تنتهي ولن تخلص مهما كانت. أكو هناك ميليشيات إيرانية وقوات احتلال أمريكية، هذه المأساة وهذه الدماء وهذه الأرواح اللي ذهبت صدقني لم تنتهي، صدقني بالله العظيم ما تنتهي. قال لا هذه المأساة، لماذا هالعالم فقدت بيوته وجارحه وملاكه بسبب ميليشيات إيران؟ بسبب ميليشيات إيران؟ إلى متى تبقى الوضع هالشكل؟ إلى متى؟ يعني إحنا نظل فاقدين الأمن والاستقرار في الشمال، يعني هسه الشمال مدن الشمال كاملة تحت التهجير، تحت التهجير. إلى متى تبقى الأطفال هاي الخطايا؟ الأطفال هذه ذنب الأطفال هاي بالحرب بالصيف وبالبرد بالشتاء. إلى متى تبقى هاي الأطفال هالشكل؟ يعني موتهم تحت الناجحين، يعني حتى الساجيش قمة صيف بتموت. يعني قول الاطفال تقدر تصبر، بس هاي الاطفال الى متى تبقى هالشكل؟ يعني وبسبب ميليشيات ايران وبسبب هذا النظام اللي يحتضنه نظام رديف بالاحتلال الامريكي. والله العظيم رديف بالاحتلال الامريكي، ولا قالوا لي هذا، قالوا لا هذا هو الوضع. حتى الصحفيين تكون صحفيين مراسل في قناة وطنية شرعية لما قتلوا أو اعتقال تحت مسببات غير منضبطة وغير صحيحة، ويتم قتل وكانت ميليشيات إيران وراء، وكانت سرايا السلام والعصائر ولواء عاشوراء والنجباء وهذه الميليشيات هي تقوم بذلك. اي والله. شكرا شكرا لك اخ سالم من محافظه القادسيه، وينضم لنا من بصره الفيحاء محمد جاسم. حياك الله يا محمد. السلام عليك. السلام والرحمه. السلام عليكم يا صقر الرافدين. سلمك ربي. شر البليه ما يضحك. نعم.
الاعلامي استاذ افل، الاعلامي عنده سلاح قوي، تعرف شنو سلاحه؟ سلاحه الورقه والقلم والكاميرا. نعم. وهذا يعتبرونه سلاح بالنسبه لهم الميليشيات، هذا سلاح فتاك، اي اقوى من سلاحهم باضعاف المرات، فيخافون من عنده ويحسبوا له ألف حساب. هذا رقم واحد. فليتعلمون من اسيادهم الامريكان. الرئيس الامريكي السابق كلينتون في فضيحه التحرش على احد الموظفات بالبيت الابيض، مونيكا جيت اسمها القضيه، شرع الحبل يا استاذ أفل، شرع الحبل. يعني صور رئيس دولتهم في ذاك الوقت شرع الحبل. زين انا اللي اساله، وين القضاء العراقي؟ وين القضاء العراقي من هذا؟ القضاء العراقي عاطل ولا يعمل. زين المدعي العام، انت شنو شغلك يا مدعي عام؟ يا مدعي عام العراق، يا القضاء الاعلى، المجلس الاعلى، شنو انت شنو وظيفتك وشنو شغلك؟ هاي اهم شغله. الشغله الثانيه تجي لمن؟ تجي لمحافظنا احنا مال البصره، الله يكرم محافظ البصره هذا. طبعا هذا الاغم مال البصره اسعد العيداني، طبعا عشيره العيدان عشيره محترمه مبجله، وهذول اهلنا وناسنا وعزوتنا، ونحطهم تاج على رؤوسنا بيت العيدان. هذول من عشائر البصره المعروفه، لكن حرامات هذا محسوب عليهم. والله عيب وعار على بيت العيدان، الناس المحترمين هذا محسوب عليهم اسعد العيداني. نعم. واحنا جايين نشوف شغلات اللي جاي شنو اللي جاي يسوي. اعطيني مجال رحمه الوديك استاذ ابي، رحمه الوديك اعطيني مجال. نرجع. نعم. وين؟ نرجع لصباح البزوني. صباح البزوني يشوى مو كان بالسجن؟ يا هو طلعه. هسه احنا عراقيين نريد نسال، من طلعه؟ من اللي طلع هذا صباح البزوني؟ مو هو كان متهم بالسرقه؟ نعم. من اللي طلعه؟ هاي اهم شغله. زين؟ نجي علما طبعا بيت البزون مو كلهم ترى هذا، احنا ما هسه عندك مثل رعد، الشيخ رعد المحترم، شيخ رعد خلف نايف البزوني، هذا احنا نتهومس فيه ونحطه على روسنا. نعم. وهذا قدوتنا وعزوتنا والله العظيم يا استاذ أفل. يعني بيت البزون مو كلهم سواسية، لكن هذا شلون صار من بيت البزون؟ وعشيرة البزون عشيرة شجاعة معروفة بكرمها وأخلاقها. بالتأكيد. نعم. يعني معروفة. إيه نعم، بيت البزون معروفين عندنا بالناب البصرة، ناس محترمين بل فوق المحترمين، ناس مبجلين. زين هذا شلون مخلينا وياهم؟ غير المفروض يطلعون بيت البزون ويقولون هذا أبويا مو من عندنا، هذا بد واحد لص حرامي وكان مسجون وطلع بصفقة سياسية، أي دفع أموال نفس الأموال اللي سرقها هو دفعها وطلع بيها، يعني حاميها حراميها. تجي من القائد عمليات البصرة قاسم نزال. نعم. هذا طبعا زين، وين شرف المهنة العسكرية؟ وين القسم اللي قسمته على كتاب الله الحفاظ على العراق، على سماءه وأرضه ومياهه؟ زين، وطبعا وعلى الشعب العراقي. زين، يقف أمام هذا الشخص اللي هو طبعا بالنسبة، ولكن بصراحة هو خائن الشعب العراقي. نعم. وتحديدا خائن الشعب البصري. زين، تظاهرات، بالنسبه التظاهرات انت شايف بلد يطلعون به مظاهرين مهندسين واطباء يردون مثلا وظيفه، وين بيطلع لي بلد؟ رحمه الوالدين، طلع لي بلد بناس مهندسين او دكاتره يطلعون مظاهرات على مود وظيفه. اذا هم مهمشين كل الكوادر العراقيه مثل الدكتور والمهندس واستاذ الجامعه والمعلمين والفنانين والفلاحين. نعم. والصناعيين وكل الكوادر العراقية، كل الكوادر العلمية، يعني تردوننا ما نحكي ولكم ليش ما نحكي؟ جوعانين، عطشانين، مرض ما كنا، سرطان ما كنا، تنوبون نفطنا، تنوبون خيراتنا، كبس ما ناكل، وتردوننا ما نحكي؟ زين؟ لكن العتب على من؟ بصراحة خل احكيها، مو هاي تفتر بقلبي، العتب على المراجع، انت المراجع ليش ساكتين؟ يطلع احمد الصافي، يجب على الحكومه ان تراعي الشعب، بعد ايش قد؟ بعد 16 سنه، مو انت وياهم، انت شنو يعني هي شنو؟ هي لعبه فتيله ومو لعبه فتيله، يعني كفى الضحك على الناس، كفى الضحك على ذقون الناس، والله العظيم انكشفتوا وانعرفتوا، وان شاء الله الشعب العراقي ما يسكت عليكم، والله هذا عهد
عهد يعني انا جاي اشوفه للبصره. والله العظيم يسحلوكم سحل 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 يسحلوكم ويذبوكم بالسجون. والله العظيم هذا اللي انا اقوله. شكرا لك اخ محمد، واعتذر اني قاطعتك بس الوقت راح يدركني. بالنسبة لواتساب شخص كاتب لي: السلام عليكم، اشتترج من بلد تحكمه ميليشيات مسلحة تابعة لإيران، ولا نسمع الصوت ما يسمى بالحكومة التي لا دور لها في حماية الصحفيين. أبو عارف من بابل يقول: أستاذ، موضوع التهديدات يجب أن نرجع إلى أساسه. كلنا نعرف أن هناك أحزاب تحكم في العراق وكل الأحزاب لديها ميليشيات مسلحة، ونعرف أيضا أن كل ميليشيا لديها مكتب اقتصادي، وكل مكتب اقتصادي لا يمكن أن يعمل مقاول أو يتم أي مشروع بدون أخذ نسب لهذه المكاتب. لذلك عندما يتكلم الناشط الإعلامي بفساد أو مشاريع متلكئة أو إهمال خدمات، فهو يسيء إلى المكتب الاقتصادي التابع للميليشيا المسلحة التابعة بدورها للحزب الذي يحكم الدولة. لذلك يجب إسكات هذه الأصوات. الصحفي الجندي الأمين أيمن أبو حاتم من الموصل يقول: تحية طيبة لك ولكادر القناة. معروف عند العالم المتحضر الصحافة السلطة الرابعة، عين الحكومة وعين الشعب بنفس الوقت، تخدم البلد عموما ولها كلمتها المحترمة وحصانتها القانونية لدى العالم المتقدم والمتحضر. أما بالعراق والعالم العربي، مستهدف حال وحال أي مواطن عادي في العراق، وهو المستهدف الأول قبل أي شريحة من الشعب في هذا البلد، قبل القوات الأمنية. ثبت أن القوات الأمنية تخدم السلطة الفاسدة فقط. الله يعين الصحفيين، والله لهم بالمرصاد، وأكثرهم للحق كارهون. صدق الله العظيم. تحياتي للجميع. ومن الإمارات يقول: تحية لك أخي أفل، كثرت الاعتداءات على الصحفيين في التظاهرات خاصة البصرة، تحدثوا عنها، معاناة عدم توفر وظائف وخدمات كهرباء ومياه وتعليم وصحة، إضافة لاغتيالات النشطاء المدنيين وكوادر الأطباء وغيرهم، سرقات، فساد مستشري ماليا وإداريا. الثورة هي الخلاص من الأحزاب الفاسدة لإيجاد الوطنيين الشرفاء لحكم العراق. القضية وما بيها أنه مو بس الصحفيين مستهدفين بالعراق، كل أطياف الشعب العراقي مستهدفة. دول النازحين مستهدفين لو لا مستهدفين، أهالي الموصل والأنبار وديالة وصلاح الدين مستهدفين لو لا مستهدفين، أهالينا بالجنوب مستهدفين لو لا، حتى لو ما وجهت ميليشيا سلاحها نحو أهالينا بالجنوب لكنهم مستهدفين بالموت، جوع وعطش وتسمم وأمراض وأوبئة وكثير من القضايا. الحكومة أو ما تسمي نفسها بحكومة في العراق هي ومن إجا قبلها من 2003 لليوم استهدفت الشعب العراقي من زاخو أو من دهوك إلى البصرة الفاو تحديداً بعدم إعطائه أي شيء، وبيعه هو وأرضه وقاعه وناسه وأصله وحسبه ونسبه الإيران، والهب ودب باعونه برخص الفلوس. هاي هي القضية. نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. نلتقيكم على خير يوم غد إن شاء الله. في أمان الله.